هيا حلوين، فيديو النهارده هيكون فيديو مشتريات متنوعه. جبت حاجات من اسنس وكاترين. اعتقد ان احنا هنعمل فيديوز كتيره تجربه منتجات جديده، هقول لكم رايي فيها. كل المنتجات تقريبا الجديده من كاترس واسنس اللي منزلينها، وكمان بقى جبت حاجات كده، حاجات مثلا للشعر انا محتاجاها، في كمان الهديه بتاعت سيفورا رحت خدتها. فلو حابين تعرفوا انا جبت ايه تابعوا الفيديو للاخر، بس ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو، كمان تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجايه، في كمان فولو مي على انستجرام تيك توك فيسبوك، بسيب اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. نبتدي اول حاجه بالهديه بتاعت سيفورا. انتوا بتجمعوا 200 نقطه بتروحوا تاخدوا الهديه بتاعتكم، بيبعتلكوا ايميل وبتروحوا تستخدموها، او ممكن حتى تطلبوها من على الابلكيشن وهي توصل لكم للبيت. بس انا رحت خدتها عشان بتنقي، يعني على الابلكيشن مش بيخليك ان انت تنقي، هو بيديك اللي هو عنده يعني. فانا كنت حابه ان انا انقيها يعني، فجبت حاجتين مختلفتين في الهديه دي، وكان في دي، وفي واحدة انا وريتها لكم تقريبا بس الفيديو لسه منزلش، اللي هو كان في واحدة كمان. الحاجات دي كلها خدتها من المشتريات اللي انا جبتها في السيل اللي فات، جمعت كذا نقطة فجالي كذا هدية يعني ورا بعض. اول هدية من بيوتي بلندر، بصراحة كان بحب قوي الاسبونج بتاعتهم، مهما يعني جبت حاجات ارخص وكده، بس بحس ان برضو بيوتي بلندر ناعمة جدا وطرية على الوش، تحس ان هي بتطبطب على وشك كده. فدي الاسبونج ومعاها البرايمر، فده شكلها كده، والبرايمر على فكرة جاي بالفول سايز. ده شكل طبعا البيوتي بلندر التقليدية المعروفة، على فكرة دي اول واحدة هم طلعوها اللي هي لونها البينك العادية خالص دي، ويبقى شكلها صغنون كده، بس اول لما يعني بتبليها بتنفش وبتبقى حلوة. بصوا هي طرية وهي اصلا ناشفة جدا يعني، فبحبها جدا، بس هي في العادي سعرها بيبقى غالي يعني، فلما بتبقى في حاجة عليها سيل او جاية مثلا في كيت او كده بحب ان انا اجيبها. البرايمر بقى اسمه برايمر بوست برايمر فيرمينج اند سموزينج بيبتايد برايمر، ده المفروض ان هو بتحطيه قبل الميك اب طبعا، بس هو مكتوب عليه حاجة غريبة او ان انت بتلاحظي معرفش ايه استخدام، بتلاحظي ان هو الميك اب بيقعد عليه 18 ساعة وبيعمل ليفت للوش، فانا يعني بعد استخدام مش عارفه كام مره كده بيعمل ليفت للوش، فاستغربت يعني ميك اب وفي نفس الوقت ازاي في سكين كير كده. هو 30 مللي الكميه بتاعته كويسه، هو جريب يعني بيلزق الحاجه في الوش، وكمان بينعم البشره، بيعمل بلامبنج، وفي بيبتايد زي ما قلت لكم، بيهايدريت ونورشينج وسيراميد، يعني في كمان سيراميد، فهو سكين كير وميك اب في نفس الوقت، وصنع في كوريا. ده كده شكله. الهدية التانية بقى دي فرحت بيها قوي، اول مره يدوني حاجه فول سايز، فادوني الزيت ده، اصلا الزيت ده انا عندي بس عندي منه الميني سايز، كنت جايباه عشان اجربه، بس الصراحه الزيت حلو قوي، ففرحت المره دي ان هم ادوني الفول سايز. ده بيجي برده شكله عبارة عن زي سامبل كده من الزيت اللي هو بالأملة، ده أملة سوزينج سيروم، معرفش الصراحة لسه استخدامه عامل ازاي، بس هو ريحته مش حلوة قوي، الأملة دايما بيبقى ريحته مش حلوة. والتاني بقى اللي هو بالفول سايز ده، المفروض ان هو هير اويل اللي بيعمل ايه بقى، سموز اند شاين بوست ووش، يعني بتحطيه بعد الشاور تقريبا. برضو ايه لسه مش متاكده من الاستخدامات قوي، هبقى اعمل لكم فيديو بقى مجمع للبراند كلها، بس هي صراحه براند حلوه يعني. مكتوب عليه ايه بقى، مكتوب عليه هو بيتحط بعد الشاور عشان يديكي جلوسي سلكي لوك، وفي فروت اويلز، فهنشوف يعني. ده بالفول سايز وده بالسمول او ترافل سايز يعني. لقيت هدى بيوتي بقى منزله البلاشر الجديد بتاعها، فجبتهم صراحه، جبت درجتين كنت حابه اجربه. بصوا هو بيجي اللون كده طالع من بره، جبت افتح درجه خالص اللي هي اسمها كوتون حاجه كده، اسمها كوتون كاندي، كوتون كاندي اه شكله. الصراحه حاسه الباكجينج شبه لعب الاطفال كده يعني، ما هوش حاجه تحس ان هي لوكجيريوس او حاجه هاي اند وكده يعني، مش عارفه الباكجينج مش اكتر حاجه عجباني، بس المنتج نفسه اللي انا حاطاه النهارده على فكره هو حلو. تانية درجة جبتها ستروبيري كريم، واعتقد دي اكتر درجة انا احبها يعني. ده كده شكله، والابليكيتر من جوه بيجي عامل كده، هي يعني نزلة تقريبا منه 5 درجات، وفي زي شمر بسيط قوي، انا عملت سواتش منه والايد يعني بعد ما حطيت عليها
دمجته. هتلاقوا على فكره الفيديو نزل على انستجرام، في زي شيمر صغنون قوي قوي قوي، فبرضو ايه هنجربه مع بعض في فيديو على اليوتيوب، بس مش عارفه بقى لسه اعمله امتى، لان في حاجات من اسنس وكاتريس كتير هنجربها سوا الفتره الجايه. بس لو عايزين تشوفوا الفيديو هتلاقوه شورت على اليوتيوب هنا، وهتلاقوه موجود كمان على انستجرام. انا الحاجات المسلينيانس اللي انا بقول لكم عليها جبت ده المفروض ان هو انا جايباه الصراحه عشان الشعر مخصوص، البيبي هير اللي بيبقى واقف كتير هنا ده بيضايقني، بيحسسني ان انا يعني مش عارفه، مش في حاجه غلط كده، مش عاجبني يعني شكله مش حلو. طبعا الحمد لله ان في بيبي هير، بس شكله في التصوير او شكله في الحقيقه وانت ماشيه شعرك واقف كده لفوق كانك متكهربه، مش حاجه لطيفه خالص. فجبت ده المفروض ان هو جلو كده زي الماسكاره بتحطيه على الشعر عشان ينام البيبي هير ده. ممكن تعملي بيه الناس اللي هي بتعمل سليك بان بقى والحاجات التسريحات الغريبه دي، بصوا مرسوم عليه من ورا هنا كده، تعملي بيه بقى التسريحات اللي هي دي الحصان والبن والحاجات دي لو انت مش عايزه يبقى فيه بيبي هير. انا الصراحه مش بعمل كده خالص، بس انا جايباه من لي عشان بس انيم البيبي هير اللي بيبقى طالع ده. فهو شكله كده شبه الماسكاره وطويل وشفاف خالص، استخدمته مره بس هجربه. كمان عندي فكره تانية ان انا اعمله بالجل الصبار. جل الصبار يعني بيبقى اللي هو بيبقى اورجانيك، عندي من زفير الشوب اعتقد كنت جايباه، هجربه برده اقول لكم انهي طريقه الاحسن واللي قعدت فتره اطول. بس هو بيبين ان الشعر فيه زي حتت بيضه كده كانك شعرك ابيض مثلا، فهنجربه ونشوف. ده من براند اسمها جوت بي، واعتقد كلكم عارفينها، ناس كتير اصلا بتجيبها عشان تثبت بيها الحواجب منلي، بس انا ماليش بصراحه في موضوع تثبيت الحواجب قوي قوي ده، فمش مهتمه بيه. انما البيبي هير اللي بيبقى طالع ده هو اللي بيضايقني شويه. في كمان حاجتين في شنطة سيفورا، بس انا مني جايباهم من موموسو، هوريهم لكم برضو. الدبابيس دي كنت محتاجاها جدا، عارفين الدبابيس الصغننة دي بحتاجهم جدا ساعات، مثلا عايزة تقفلي مثلا اللوزة زيادة، عايزة اي حاجة بتحتاجيهم جدا، وكذا مرة احتاج دبابيس وملاقيش، فقلت هجيب واحدة خليها عندي. وطبعا الباتشز اللي هم الاكني باتشز، عشان بيطلع لي هنا كام حبايه كده، ببقى ساعات مش عايزه شكلهم ان هم يبان. انا صراحه ما بلاحظش ان هي بتعمل حاجه في موضوع ان انت تشيليها تاني يوم فتلاقي الحبايه راحت ومش عارف ايه والكلام ده، انا بلاحظ بلاقيها بس فضت اللي هو الابيض او الباس اللي بيبقى موجود فيها ده، بس هي ما بتروحش، بتاخد ايامها العاديه وبتروح بعد كام يوم يعني. بس حته بقى ان هي تبقى عامله زي مثلا ما باين عندي هنا كده، ان هي عامله نتوق كده بره، فبتخبيها شويه فبتخلي المنظر احسن لو انت عندك مناسبه مثلا او مضطره ان انت تبقى في حاجة مثلا صور او كده، ف يعني بتبقى حلوة. وسعرها كمان كان حلو، بيجي فيها 9 وحدات. بعد كده من الرصاصي بقى جبت، هي هدية في المقام الاول بس انا هستعملها مع ماما برضو يعني. جبت ده للبيت، اسمه معطر للبيت، اسمه ايفوري تاتش، صراحة ريحته عجبتني قوي. معطر بقى للبيت، للسجاد، للستاير، للكنب، للعربية برضو، بس ما تسيبوش في العربية يعني، عطري بيه العربية وطلعيه البيت، لان الجو دلوقتي حر، ف لو قاعد ممكن يحصل حاجة فيه مش كويسة يعني، او يفرقع مثلا او كده. ده شكله سليك كده والباكجنج عجبني قوي، وسعره ما كانش غالي، كان ب50 درهم، ف عجبني قوي يعني. اسمه همس، اعتقد اللاين اسمه همس الزهور، وهو نفسه اسمه ايفوري تاتش، ولا دي الترجمة مش عارفة، بس هو شكله حلو قوي وكهدية شكلها حلو. ده سبيف حلو. البخور بقى، عشان انا عارفة ان في ناس كتير مهووسة بخور، انا مش منهم بصراحة، بس ماما بتحبه وناس كتير قوي بتحبه، فالبخور ده عشان لو انتوا بتحبوا يعني البخور وكده، البخور ده حلو قوي، ريحته حلوة. انا عادة ما بيعجبنيش البخور، بس ده ريحته حلوة صراحة، معرفش بقى لما يتولع هيبقى ايه، بس هو بس مجرد ان انا بفتح العلبة كده انا بشم الريحة، فرهيب بصراحة، واضح انه ريحته قوية يعني. هي بتيجي العلبة كده برضو شكلها حلو قوي كهدية، لو انتوا عايزين تجيبوها لحد هتبقى هدية شيك قوي. ده بيجي شكلها، اسمه راقية، في منه ده الاوريجينال وان اللي هو اول واحد هما طلعوه خالص، في منه 2 تانيين، واحد عاملينه على عربي اكتر او اللي هو في عنبر تقيل قوي او كده، وفي واحد تاني عاملينه على فرنش اللي هو بيبقى فيه كشمير كده شويه، او ريحته فيها كشمير يعني. بس ده الاوريجينال اللي هو ما فيهوش اي حاجه خالص، الريحه بتاعته يعني تيبيكال العود، او مش تيبيكال العود، تيبيكال اللي هو البخور المتعارف عليه. ف هو بيجي كده زي، استنى انا اوريكوش،
بيجي كده، حطيه بقى على الفحم المبخرة يعني، وتبخري بيه، وبيجي كده تقريبا ستة، في 6 طبقات تاخدي منه حتة وتحطيها، بيخلي ريحة الدنيا مقلوبة يعني. هو اوريدي قالب ريحة الدنيا دلوقتي وهو مقفول. بس ده كده بقى من براند بازار، جبت حاجات من اسنس منزله حاجات جديدة اليومين دول، فانا كنا بشوف حاجات يعني عموما في المحل، فلقيت اسنس مفيش الحاجات الجديدة موجودة، فقلت بس هجيبها، مع ان ما كانش في نيتي خالص ان انا اشتري حاجة من اسنس، بس جبتهم. وكمان اهي الفاتورة علشان اقول لكم الاسعار. ليب جلوس ده انا جربته امبارح وصراحة ما عجبنيش يعني، بداية قصيدة كفر كده، بس هو اسمه ميتا جلو، هو بيطلع لونه موف، الشيمر اللي فيه لونها غريب بصراحة، بصوا عامل ازاي، ايسي كده شوية، انا ما عجبنيش عشان بيحط شيمر كتير قوي، بس لسه طبعا يعني هجربه واقول لكم، لو هنجربه طبعا مع بعض برضو في فيديو جديد. ده كان سعره 12 يمكن درهم او حاجة زي كده، براند بازار موجود، او الفرع اللي انا بروحه في دبي فيستيفال سيتي مول، في اعتقد ليه محلات تانية او برانشز تانية يعني، بس ده اللي انا بروحه وبلاقي فيه دايما الحاجة اللي انا عايزاها يعني، بيبقى فيه موجود اغلب الحاجات اللي بتنزل جديدة يعني، عند اسنس وعندك عند كمان كاترس، هجيلكوا دلوقتي لكاترس، كل الحاجات تقريبا الجديدة اللي نازلة تبقى موجودة في البراند ده، اسمه براند بازار، عنده ميك اب ريفولوشن وعنده كاترس وعنده اسنس، واعتقد في فلور مار او حاجه زي كده، بس مينلي يعني اسنس وكاترس اللي انا بروح عشانه. افكتيف اسمه ريفلكتيف ليب جلوس ب 14 كده. الماسكارا دي ب 14 برضو اعتقد، هي مكتوب عليها 24 بس انا لما رحت على الكاشير قال لي دي ب 14. دي شكلها من جوه شبه اللاش برنسس بس لاين جديد بقى اعتقد. ما خلاص انا وريتهم ده والله، شكرا يا للوز توريكو ده. والفرشة سيليكون، فمش عارفة لسه، هنجربها طبعا، هنعمل لها ريل وهنجربها برضو مع بعض على فيديو هنا على اليوتيوب. ولقيت ده بالصدفة، ده جيلي جراب، ده اللي هو شبه المنتج بتاع الف اللي هو قلتلكوا صورته عشان مش لاقياه، هو ده شكله تقريبا، بيعمل اللي هو الافكت بتاع انه بيلزق، مش هيطلع بقى دلوقتي فسيبه دلوقتي. مطلعه واحد زيه، وشي جلام مطلعه واحد زيه، وهم اصلا كلهم بقى تقليد لملك اللي هو اسمه هيدرو جريب اعتقد، مش فاكره كان اسمه ايه بالظبط، بس انا ما جربتش بتاع ملك، انا جربت بتاع الف، فبتاع الف كان لذيذ، بس هشوف بقى لو اسنس هتبقى اوبشن احلى وارخص ومتاح اكتر يعني. ما حاسبنيش عليه ولا ايه؟ ب 19 اوكي. حاجات بقى هي بلاشز، طبعا انتوا عارفين ان انا والبلاشرز يعني بنموت في بعض، فجبت ده جديد هي منزلاه برضو اسنس، ده ب 18، بس انا كنت مفكره ان هو ده زي كريم بلاش كده زي بتاع رير بيوتي وفينتي وكده، بس طلع لا، طلع باودر عادي بس ناعم قوي، تحس ان هو يعني خطير بصراحه، كانك بتحطي حاجه كريم اصلا على البشره، ناعم جدا. ده درجته 80، اسمها ورم كبر، ده هيبقى حلو قوي للصيف والمصيف والحاجات دي. وكمان البيبي جود بلاش ده فكرته اصلا لسه منزلش هنا بس لقيته وجبت 2، برضو الف اعتقد عامله شبهه، اللي هم ستيك كده صغننين شبه اللي بتاع هدى بيوتي اللي انا لسه مجربه لكم، عشان كده بقول لكم مش حاسه ان الباكجينج بتاع هدى بيوتي الصراحه مميز، انه يعني هاي اند هدى بيوتي يعني، فاهمين؟ ده درجته 10، ده طبعا هيعجبني اكتر حاجه. وده برضو عجبني اللي هو 30، اسمه روزي اول داي، ده شكله. ليلي ممكن تجيبي لي تيشو؟ اوكي. ده شكله، حاسه ان ده هيبقى حلو يعني، الاثنين حلوين بصراحه، بس انا حابه الاولاني اكتر، بس ما اعرفش بقى الستيك نفسه على الفاونديشن وانت بتحطي هيبقى حلو ولا هيشيل الفاونديشن، ده اللي لسه هنجربه. في كمان بقى من نفس اللاين اللي هو اسمه بيبي جود بلاش، عاملين منه ليكويد بقى، ده كده شكله شبه بتاع تارت اللي احنا لسه مجربينه، بصوا بسبونج انا ما صبرتش الصراحه، عاملينه اون واوف برده، ثانك يو للوزة، عاملينه اون واوف كده برضو، تقدري تفتحيه وتقفليه، بس بيطلع كتير يعني فخلي بالك بقى. الدرجة دي رقم 30، اسمها داستي روز، ميته 10 ملي، بصوا بس فرحانة صراحة ان انا جبت 3 درجات مختلفين يعني، 3 مختلفين عن بعض، فدي حاجة كويسة لان مفيش تستر على فكرة.
للاسف يعني. خش بقى على كاترس، ودي من احلى الحاجات اللي عجبتني المره دي. نزلين برضو منتجات كتيره قوي حلوه، هنعمل برضو بيها ميك اب لوك، بس ان شاء الله مش عارفه هلحق ولا لا، عشان انا مسافره مصر قريب، مش عارفه هلحق بقى اعمله هنا ولا هكون وصلت، بس يا رب الحق بس قبل العيد يعني. اكتبوا لي برضو في الكومنتس لو انتوا حابين ايه يعني المنتجات اللي اكتر حاجه، هل مثلا من اسنس، اكتبوا لي اسم المنتج اللي حابين احنا نجربه المره الجايه على طول في الفيديو الجاي، او من كاترس تبقى برايورتي يعني، لو انت اولويات يعني، لو انتوا عايزين مثلا البلاشر بتاع كاترس مثلا، اكتبوا لي عايزين البلاشر بتاع كاترس مع مثلا البرايمر بتاع اسنس، او البلاشر بتاع هدى بيوتي لو انتوا عايزينه هو اللي نجربه المره الجايه، عشان برضو ايه تبقى جربنا كل حاجه على اليوتيوب يعني. هم بعتوا لي الباليتس دول، بعتوا لي الباليتس بتاعتهم تقريبا، دول الثري باليتس الجداد من كاترس، في واحده منهم شبه بتاعت هدى بيوتي قوي، بصوا تقريبا هي دي اللي هي بلومينج بليس. اكتبوا لي بقى عايزين انهي واحده فيهم المره الجايه. دي فيها نفس الشيد بتاعه الهدى بيوتي اللي هي بتحطها غريبه دي، ما اعرفش هتبقى هنا حلوه ولا لا، بس الالوان بصراحه عجباني قوي قوي قوي، اعتقد حتى هتليق على الميك اب اللي انا عاملاه دلوقتي يعني. ده شكل اول واحده اسمها بلومينج بليس، والاسعار تقريبا بتبقى في حدود ال 24 25 كده يعني، الباليتس بتوع كاترس اللي هم دول، لان في بيبقى اكتر يعني، اغلى حاجه عندهم تبقى ب40، بس انت بقى في البالتس من 25 كده لغايه 40 وانت طالعه. تاني واحده اسمها كورال كراش، ده شكلها فيها درجتين برضو مميزين قوي، اللي هي ايه الدرجه الزرقاء دي هتبقى حلوه لو ثبتتي بيها اللون اللي انت بتحطيه، لو عايزه تحطي لون يعني اسمها ديب درايف. البالتس حلوه قوي الصراحه وخفيفه يعني، تبقى حلوه قوي في السفر. دي اخر واحده سفاري فيفر، بصراحه الثلاث الوان حلوين يعني، ثلاث الوان انا بحب بس ان انا استخدمهم، بس طبعا انتوا عارفين انا في البنيات اكتر حاجه يعني، يمكن اكتر واحده عجباني هتبقى دي عشان اللون اللي فيها. البنكات دايما يعني ببعد عنها ومش بستخدمها كتير، مع ان هي بتليق عليا جدا يعني، فمش عارفه بحس اصلا انا بحطها يبقى شكلي كيوت كده، بس مش عارفه ليه دايما بيجيش على بالي ان انا استخدمها. تالت حاجه بقى الاي ان شيك باليت، دي باليت حلوه قوي، فيها شبه بتوع بينيفيت كده، فيها لون هايلايتر، استنى اما نفتحها، ليلي نو نو، بصوا فيها برونزر، البرونزر لونه خفيف قوي وحلو، ولون بلاش، واربع الوان اي شادو، فتبقى حلوه برضو في السفر لو انتي مش مالكيش في الميك اب قوي مثلا، عايزه حاجه خفيفه سريعه مش بتحبي تاخدي حاجات كتير، فهتبقى حلوه قوي. حطي يلا حطي في الشنطه. كمان بقى اللي انا كنت عايزه اجربها جدا دي، اللي هي شبه بتاعه ميك اب فوريفر، اللي هي الكريم اللي هي كانوا عاملين فاونديشن وبعد كده عملوا بلاشر وبعد كده عملوا الاثنين مع بعض، بس دي بقى على اصغر شويه، اسمها ماجيك شيبر، ده المفروض ان هي بتمحى في الوش يعني، في درجتين هايلايت بس هايلايت كريمي. بصوا ده شكله هايلايت كريمي، هيبقى حلو قوي على البحر وكده، وفي طبعا الدرجه دي بس غامقه شويه عليا، ده برده هايلايتر مش فاونديشن، ما فيهاش فاونديشن، هما درجتين هايلايتر، درجتين بلاش كريمي، ودرجتين كونتور كريمي، والباليت كلها كريمي بس ما فيهاش فاونديشن، فهنشوف بقى هتبقى حلوه. محتاجه جدا بصراحه الاقلام بتاعه الحواجب، فجبت 3، الثلاث درجات دول اللي هما 30 دارك براون، على فكره اقلام الحواجب بتاعتهم حلوه وفي نفس الوقت كريمي ورخيصه، سعرها رخيص احسن ما بينيفيت بقى والحاجات دي، بقوا بيبرفورم نفس البرفورمانس تقريبا يعني. وده اللون التاني، ده اللون درجه الفاتح، ده هيليق على الشقر بقى 10 بلوند، او ممكن تعملي بيه اول الحاجب يعني. وفي درجه ثالثه على تشوكليت ميديوم براون، ده شكلها ايه، ده هو ده في حته ولا ده اتكسر ده ولا ايه؟ كسر. مكتوب في حاجه فيها باودر، ده 3 في 1 مش 2 في 1. ده في باودر كمان، بصوا في حته فيها باودر ليه، عشان تملي بيها الفراغات. اوكي ده قلم 3 في 1 مش 2 في 1. طب حلو جدا، ما خدتش بالي خالص. كمان الفور بلاشز الجديده بتاعتهم عاملين زي كاترس، عاملين زي اسنس بالظبط، بس هم عاملين درجات مختلفه بقى، في واحد مكتوب عليه على فكره شيك ويل، عشان
بيفصل وبينزل بماي ماي كده شويه. انا جربته امبارح برضو في درجه 30. ده شكلها، اعمل لكم سواتشز لكل الدرجات، وفي درجه عشان اللي عايز يجيب حاجه قبل العيد بس، و20. دي اعتقد هتبقى حلوه قوي على الناس اللي هم القمحيين في الصيف، بتبقى حلوه قوي. هنعمل ندمج الاثنين دول. بصوا very pigmented الاورنجي قوي ده، ده اللي هو درجة 20، اسمه اورنج فيز. والدرجة اللي هي على احمر شوية دي اللي هي دي درجة رقم 30. بعدين في درجة رقم 40 اسمها فيلفت روز، بس خلينا نرجه عشان انا فعلا امبارح فتحته على طول نزل منه مية كده في الاول، فمش هتبقى حاجة حلوة يعني. واغمق درجة دي اللي انا شايفة ان هي غريبة مش هتليق عليا خالص، ده شكلها اللي هي 50 بلم. دي اكتر واحده اوف بالنسبه لي يعني. اول مره اشوف بلاشر كده اصلا. الدرجه دي عجيبه قوي، 50 و40. نازلين كمان الاكحال الجديده الوان، طبعا انتوا عارفين ايه اكتر لون انا هحبه، الازرق. خطير وناعم جدا جدا، مع ان هو الخشب ده اللي بيتبرق، بس ناعم قوي. لو عايزين نجربه برضو نجربه، مكتوب عليه ووتر بروف كحل كجال، بس انا لسه ما اعرفش موضوع ووتر بروف ده ايه. في كمان الدرجه اللي هي سماوي كده او بيبي بلو، هي اسمها بيبي بلو. ايه ده الله، 160، والزرقاء قوي 150. اه بيبي بلو. وفي بقى ده اعتقد ممكن يبقى البلاينر، يبقى حلو، مستحيل اعمله على عيني يعني. ورد، اه اسمه ريد كورال. برافو يا ليلي، برافو. وفي الاخضر، الاخضر ده اول مره اجرب حاجه كده خضراء، متحمسه يعني. جرين فروستي مينت، الدرجه بتاعته اسمها فروستي مينت. وفي البينك هجربه صراحه، مش عارفه صراحه، مش عارفه يعني هيبقى حلو ولا لا، ما جربتش البينك ده قبل كده. ممكن احطه كايلاينر من فوق. البلاينرز دول كمان انا كنت جايبه منهم واحد، بس قلت لكم ان الدرجه بتاعته فاتحه عليا، فجبت درجات غامقه المره دي. جبت 190 اللي هي ده شكلها، كريمي جدا وناعم. البلاينر نفسه حلو، بس للاسف انا جبت درجه فاتحه، تقريبا كنت جايبه 10. ودي شوكليت لاف، دي هتبقى تحفه في الكونتورنج، ناعمه جدا يكتب من الهوا يعني. و 200 ده شكلها. الحاجات الجديده برضو اللي هما منزلينها، الايلاينر بتاعهم او الديب لاينر بتاعهم الجديد اسمه انك ايلاينر، ونازلين واحد ووتر بروف واحد مش ووتر بروف. هشوف طبعا هل السواد ده زي ده ولا الاثنين زي بعض، عشان ساعات بحس ان هما بيغيروا الاسم او بيقولوا ووتر بروف والاثنين بيبقوا زي بعض، فهل هو فعلا هيبقى ووتر بروف ولا عادي زي التاني. والفرشه بتاعته حلوه قوي، وانا بحب الفرشه دي لانه انا بالنسبه لي دي اسهل حاجه، ما بحبش اللي هي بتبقى ناعمه خالص شبه فرش الرسم دي، ما بعرفش ارسم بيها. حاجات بقى خلاص، عارفه ان انا طولت عليكم. ده اللي هو اسمه سكين جليز، ده برايمر او هيدريتنج برايمر سيروم يعني. حلو قوي الحاجات دي بالنسبه لي انا كبشره جافه تحت الميك اب على طول، علشان بحس انه بدل يعني ما تستخدمي المرطب بتاعك او كده، بتبقى حلوه وبتدي جلو، بتنعم شكل البشره، بتبقى مناسبه قوي مع البشرات الجافه. كمان الليب بن ده منزلينه جديد، عارفين شبه بتاعه شاب والحاجات دي، بس ده على مات. اللون خطير يعني، ده متحمسه لفيديو لوحده، ممكن نجربه في ريل مثلا. الدرجه بتاعته اسمها ريد ماي ليبس. اخر روج بقى واللي احلى حاجه وانا سايباه لاخر حاجه، ده اعتقد ان هو يبقى بديل ميبيلين سوبر ستي، اللي هو انتوا عارفينه طبعا كله، اللي هو القديم اول واحد هم طلعوه. ده اسمه ليب ليكر لونج لاستنج، والدرجه دي اسمها هوتي 70. ده المفروض ان هو بيقعد فتره طويله، ريحته حلوه، تقريبا نازل بنفس المواصفات بتاعت ميبيلين. لو هو فعلا شبهه قعد فتره طويله زي بتاع ميبيلين وما كانش بينشف الشفايف قوي وبتاكلي وبتشرب بيه عادي، فهيبقى دوب حلو قوي. وطبعا منزلين منه شيدز كتير دي، بس هو شويه عمل زي لونين من هنا كده، هنشوف برضو يعني
هنجربه طبعا. كل الحاجات دي ما بقولش فيها رأيي النهائي خالص يعني، هنجربها مع بعض. اكتبولي الحاجات اللي انتوا عايزين نجربها اول حاجة تبقى الفيديو الجاي على طول. وبس كده، دي كل حاجة الفيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك الفيديو، كمان تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجاية، وكمان فولو مي على انستجرام تيك توك فيسبوك، بسيب اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.